صباح الخير مرة جديدة وتحياتنا لكل المشاهدين اللي ينضموا لنا هلأ حتى نتابع سوا ما تبقى من حلقة اليوم من MTV Alive. قبل ما نتابع فقراتنا خليني أذكركم شو ناطركم الليلة على شاشتنا إذا أردتوا تمضوا السهرة بالبيت وبرفقة برامج MTV. ساعة 6 المساء مشاهدينا أنتم على موعد مع أحداث جديدة بالدراما الاجتماعية وين كنتي مع مجموعة من أبرز نجوم الشاشة اللبنانية والثنائي الرائع ريتا حايك وكارلوس عزار بالإضافة لعدد من الوجوه اللي كلنا بنعرفها ومن حبها. القصة بتعرفنا على رجل متقدم بالسن فجأة بيقرر يتزوج صبية أصغر منه بكتير وهالشي بيشكل صدمة كبيرة لعائلته اللي هدفها الوحيد تتخلص من العروس الشابة. خلينا نشوف هالمشهد من وين كنتي. في شي بينك وبين جاد؟ لا أبدا، جاد عنده شوية مشاكل بعائلته بس أنا وياه كتير منيح ما تخافي. الحمد لله. خليكي منتبهة حبيبتي، رجال مثل جاد ما بيفلتون من ايدهم، ما هيك؟ ما تخافي ماما، روحي نامي. تصبحي على خير. وانت من اهله. شو ممكن يصير؟ إذا عرف رمزي إنه الولاد مش ولاده، شو ممكن يعمل يعني؟ بقشطهم كل شيء؟ يا عمي مش عطلانين هم المصاري. جاد شغله على حسابه. قبرني، كأنه كان حاسس إنه مصريات رمزي ما له حق فيهم. شو رح تعملوا هلا؟ هلا بدنا نعمل بهالحشرة؟ ما الخبرية فيها صدمة، روق علينا لنستوعبها بالأول. بكرة رمزي بدور عند الحكيم ليجيب لأولاد للحرباية اللي لقطته أخوانيقه، وهون المصيبة. هيدي مصيبة بحد ذاتها. اسمعوا لألكن، أنا بكرة رح أطلع عند رمزي وجرب أفهم منه كل شيء. يمكن من حديثنا من رجال لرجال قادر أفهم منه شو رح يعمل وشو عمل أصلا، وببقى بخبركم. مصيبة، هيدي مصيبة. مش هأغفر لك إنك خبيت علي هيك سر، مش هأغفر لك كل عمري. أنا فاهمة. ما تكون شيء؟ الله معك. أهلا وسهلا حبيبي. شو بعدك وياها يا سوسن؟ أكيد. كيف حبيبة قلبي جينا؟ منيحة منيحة جينا، هي وصلت عند خالتي هند. الحمد لله. بحضر لك شي؟ عايز شي؟ مش عايز شي، لا بدي فوت نام بس. يلا تصبحي على خير. تصبح على خير. حلقة جديدة من وين كنتي بتابعوها الليلة الساعة 6 المساء على الام تي في. كونوا على الموعد مشاهدينا. حوالي الساعة 10 لربع المساء نحن وياكم على موعد مع الزميلة غادة عيد بحلقة جديدة من علم وخبر مباشرة على الهواء، من خلالها رح تطرح عدة ملفات ساخنة بتهمنا كلنا، أبرزها شو رح يصير بعد المفاوضات والاجتماعات بالنسبة لأقساط المدارس وقديه رح تزيد نسبتهم. كمان كسروان بلا صرف صحي وتلوث المجرير بيهدد المنطقة كلها. مين عم بيراقب بصمات الموظفين؟ وهل هناك دوائر رسمية ووزارات بلا بصمات؟ وشو بالنسبة لعطلة يوم الجمعة؟ تفاصيل أكثر بحلقة الليلة من علم وخبر حوالي الساعة 10 لربع المساء مع غادة عيد. كونوا على الموعد مشاهدينا. منذكركم أن مشاهدينا بخدمة الريبلاي، إذا كنتوا مشغولين الليلة أو حابين تظهروا فيكن تحضروا أي من برامج الام تي في خلال السهرة أو أي من فقرات برنامجنا نحن MTV Alive حسب الوقت اللي أنتم بتحبوه عبر ويب سايت الـ MTV وخدمة الريبلاي. أما بقية حلقتنا لليوم بعد شوي فقرة مشوار، أنتوني الحيل رح يخدنا على سيرة ضنية ونكتشف أبرز مميزات هالمنطقة الجميلة، ومن بعدها بفقرة وول اوف فيم رح نستقبل سوا الممثلة اللبنانية المحترفة ديامان أبو عبود اللي عم بتشارك ببطولة فيلم القضية 23 اللي عم بيحقق نجاح كتير كبير بكل المهرجانات اللي عم
بيشارك فيها، رح تخبرنا عن دورة الكواليس وشو مشاريع المستقبلية ضمن وول اوف فيم. كونوا على الموعد. أما هلأ رح ناخد وقفة قصيرة مشاهدينا ومنتابع حلقتنا، خليكم برفقتنا.